اهلا من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم عبر صباح الشروع، وكما ذكرت انضم الي الان الزميل هشام. اهلا بك، صباح الخير. صباح الخير حسام، صباح الخير لكل المشاهدين، وانا سعيد جدا انه يعني في هذا الصباح اكون معك في البرنامج صباح الشروق ان شاء الله. انا اكثر سعاده، اول مره اتلاقى على الهواء. اول مره اي طبعا، دي المره الثالثه هسه، لكن اول مره صادف. يعني ايوه صح، اول مره صادف على الهواء. حبابك عشرة. طيب نبدا مباشره من سيكافا بالامس ومنتخبنا ظهوره بصوره عامه في هذه البطوله، غراتك لهذه الظهور وبالامس دون انتصار يودع سيكافا. يودع سيكافا بنقطتين طبعا. كان الامال المفروض يعني كبيره مطروحه على هذا المنتخب، لكن زي ما الناس بتتكلم وقلنا انه يا اخي نبدا نحن وندخل هذه البطوله من غير يا اخي انه ناخذ حساب لنقاط او نحن نمشي، لكن برضه النقطتين يعني برضه مخيبه للامال، خاصه انه المنتخب هو مطلق عليه منتخب اولمبي، لكن يا حسام المنتخب عناصره فيها عدد من اللاعبين اللي اتعدوا سن المنتخب الاولمبي زي الصيني مثلا وغيره وغير يعني وطلبه وغيره، عدد من اللاعبين يتخطوا سن المنتخب الاولمبي، يعني كنا مؤملين انه يمشي خطوه للامام في هذه البطوله افضل من انه يا اخي يجي بنقطتين فقط، خاصه انه السودان من الدول المهمه والرئيسيه جدا في بطولات شرق ووسط افريقيا سيكافا. لكن عموما نقول انه يا اخي دي في اطار التحضيرات وصقل العناصر للمنتخب شيء ايجابي، خاصه انه لعبوا امس مباراه جيده رغم التعادل مع فريق تنزانيا، منتخب تنزانيا. المنتخب التنزاني لاعب بالصف الاول وبالفريق اللي هيشارك في كاس الامم الافريقيه وبيتعامل بجديه جدا، فريقنا او منتخبنا لعب بشجاعه امامه واعطانا امل انه يا اخي ممكن لقدام يكون المنتخب واللاعبين يقدموا بطولات او يقدموا نجاحات وفوز افضل في البطولات. نعم ذكرت انه المنتخب قدم اداء يعني صح، طبعا هو خسر من كينيا وهي متصدره الترتيب بتسع نقاط، ثلاثه مباريات فازت فيها، ويتعادل مع زنزبار ويتعادل مع المنتخب التنزاني. نعم. بالتالي حصلته نقطتين. تطورت هذه المنتخبات ام قل اداء منتخب السودان؟ طبعا المنتخبات السودانيه شغاله في كم تراك ممكن نقول. في المنتخب الاول الهسي عنده عدد من الاستحقاقات ومنتظر تصفيات كاس العالم للانديه، في اهتمام كبير به ورغم المدرب الكرواتي اللي تمت اغالته في الفتره السابقه. لكن من الواضح انه في منتخبات مبشره قادمه، وانه الكره السودانيه رغم يعني الملاحظات او الاحباطات شيئا فشيئا، لكن تحس انه في شغل او في عمل جيد بيتم خاصه في المنتخبات الوطنيه. نعم. نذهب مباشره الى ما تتجه اليه الانظار اليوم الاحد الى ملعب عطبره ومتابعه مباراه يعني هي قمه كبيره جدا ما بين المريخ المتصدر والامل عطبره الذي سيستضيفه صاحب المركز الثاني والذي يقدم مستويات مميزه جدا من خلال الجوله 14 من منافسه الدوري الممتاز. استاذ هشام يعني قراءه في دفتر الفريقين، مع العلم بانه الجهاز الفني للمريخ هيفقد جهود عدد من اللاعبين تحديدا في قلب الدفاع، صلاح نمير، حمزه داوود، امير كمال للايقاف، الصيني ذكرت انه مع المنتخب، يعني تراكم البطاقات الملونه واسباب عديده. كويس، احنا نبدا بالمريخ، لكن احنا ندي اول شيء عنوان للممتاز الليله اسمه الاحد الكبير. عدد كبير من المباريات المهمه والجديره بالمتابعه، واعتقد انها مباريات هتلقى يعني اهتمام جماهيري جيد واهتمام جماهيري ممتاز من الجمهور الرياضي بمختلف الوانه وانتماءاته. نبدا اول حاجه بمباراه عطبره، مباراه الصراع او حول تصدر الديربي يا حسام او تصدر الممتاز المريخ والامل. نبدا بالامل، الامل بيقدم يعني حاجه كده يعني اوت ستاندنج زي ما نقول، وبيقدم موسم يعني الى الان موسم نقول تاريخي، وفريق منظم جدا يقود مدرب شاب، انا المدرب ده تحديدا انا داير ابعث بتحيه والناس تتابعه،
كفاح صالح الجيل ده من المدربين الممتازين جدا في بطولة الدوري الممتاز وفي الدوريات قبل الممتاز في الدوري الأولى، وكان مسك فريق مبدا وفريق العباسية وغيره وغيره وغيره. كفاح صالح الجيلي ده من المدربين اللي كانوا سبب في ظهور عدد من المواهب، مدرب ممتاز ما في كلام فيه، من المظلومين جدا، واعتقد انه كفاح ده من المفترض في الفترة القادمة يكون يا في الهلال يا في المريخ من الامكانيات الموجودة عنده. امكانيات كبيرة يا مدرب شاب. مدرب شاب امكانيات كبيرة، تدرج تدرج منطقي وبيعرف الكورة. الكفاح قدر يعمل من فريق الامل فريق متماسك ومتجانس. الامل بيدخل هذه المباراه وفي رصيده 27 نقطه وداير يصل للنقطه 30 ويتصدر هذه البطوله. كفاح في تصريحاته قال انه حصوله على هذه النقاط مساله وقت، رفع الريتم حق المباراه بشكل كبير، بيخوض المباراه ب يعني كامل صفوفه، ما عنده غيابات كبيره عكس المريخ. جمال ابو عنجل مدرب فريق المريخ قال انه ما هيتاثر بالغيابات، لكن اعتقد انه هيتاثر بالغيابات. خط دفاع بالكامل خط الدفاع، عمير كمال وصلاح نمر يعني لاعبين مهمين جدا 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 هيغيبوا عنه، وما اعتقد انه في التاج وغيره هيجوا يظهروا في هذه المباراه، ممكن يعوضوا هذا الغياب. تحديدا امير كمال بيقدم الان في مباريات ممتازه، وصلاح نمر كذلك انغز المريخ مباراتين على التوالي، خاصة انه غير كده المريخ في حالة هو بيكون في افضل حالاته عبر بالنسبة له عقدة مشكلة. الامل في ملعبه صعب. ايوه الامل في ملعبه صعب، وفريق عنده جمهوره بيسانده شرس جدا، والمباراة بالنسبة له تختلف مباراة حياة او موت الليلة، فبالتالي هي مباراة فيها الفرجة موجودة بشكل كبير والناس بتنتظر فيها اداء جيد. عموما يعني ما نقول انه مباراة هي بشكل او باخر اقرب للامل من ناحيه ورق، لكن يظل المريخ طبعا فريق بيقدر يقلب الطاوله وعنده خبراته في الدوري الممتاز، ممكن نعم. يحقق نتيجه. برايك كيف يعني سيعالج ابو عنجه اشكاليه غياب كل المدافعين خط الدفاع؟ ما عنده حلول كثيره غير انه يستفيد من التاج ويرجعه، لكن ما اعتقد انه يعني حلوله ما كثيره جمال ابو عنجه كثير يعني، ما يعني خاصة انه اللعيبة اللي هيجيبهم ما هيكونوا بعيدين بصورة او باخرى، خاصة زي انت لو جبت اللاعب حمزة داود غاب اكثر من 3 مباريات كان عنده عين سمكة. عموما تحس انه جمال حمزة داود اذا تعافى من الاصابة بعد الانباء بالضبط بالضبط، لكن ما يعني هسه انا اخر اتصال ب انه الاقرب انه يشارك يعني. جميل. الاحد الكبير كما ذكرت، الاحد الكبير ثاني طبعا الهلال يستضيف الهلال الابيض. الهلال في ب 25 نقطه بيسعى لانه يحقق الثلاثه نقاط ويمشي لقدام. الهلال حقق فوز مع هيثم مصطفى، فوز مهم جدا مع الشرطه القضارف، وهيثم عاوز يسلم المدرب حماده صدقي الهلال 10 على 10 ب اخر مباراه يكون فايز فيها. طبعا المدرب يعني يكون مدرب جاي بيكون مهم جدا انه يسلمه له في حاله فوز، ما يسلمه في حاله انه خسران نتيجه او كده. المباراه اقرب للهلال، الهلال جاهز، استعاد خدمات عدد من اللاعبين، ابو عاقله و في ثاني اطهر الطاهر، دول كلهم لاعبين جاهزين. جمال سالم ممكن يكون ما يشارك الليله، لكن الهلال انا اعتقد انه اقرب، خاصه اذا نحن استدعينا التاريخ حق المواجهات الفريقين بنلقى انه الهلال محقق الفوز، حتى اخر مباراه حقق فيها الفوز ب3 اهداف. واختبار ثاني وجديد لهيثم مصطفى، اعتقد حينجح فيه، اعتقد اتوقع ده. نتابع اذا يعني نواصل، لكن هلال الابيض طبعا عنده 17 نقطه، دار يصل ل اذا فاز يحصل ال 20 نقطه بيكون في المنطقه الدافئه، ومهمه جدا انه الفريق يصل 20 نقطه بعد ذاك بيقدر يكون شنو للمباريات القادمه يبتعد عن فكره الهلال الابيض. ليس هو بهلال الابيض المواسم السابقه اكيد طبعا، اكيد اكيد طبعا الدعم المالي كان بيحصل عليه والتجهيزات الكده اثرت عليه. هلال الابيض واهل الخرطوم واهل شندي، كل هذه الفرق تحس بها هي في المنطقه 17 نقطه تصعد ل 20 نقطه. نعم.
في نفس معلش في نفس كده برضو في نفس هذه في الاحد الكبير برضو الليله شندي بتستضيف مباراه برضو مهمه اهلي شندي والاهلي الخرطوم برضو ايضا قمه مميزه جدا والاثنين 16 نقطه لاهلي الخرطوم 17 نقطه لاهلي شندي. اهلي شندي بيقدم مستويات سيئه خسر في ارضه من خسر يعني مباريات كثيره. الاهلي شندي ما زي الاهلي شندي بيعاني من استغالات الرجل المهم جدا في الاهلي شندي عبد المهيمن اللامين بتحس انه الاهلي شندي ما الاهلي شندي اللي نحن بنعرفه. نعم انا اريد ان تحدثني بصوره عامه عن الاوضاع في نادي الهلال. استغاله عبد اللطيف هارون ايضا القرار المفاجئ من مجلس الشباب والرياضه بشان تعيين والغاء ايضا ذات التعيين لاعضاء بنادي الهلال، مشاكل الاداريه، استغالات ملف التدريب، واخيرا نختتم بمجابهه النجم الساحلي المرتقبه. تمام نبدا بالهلال. استغاله محمد عبد اللطيف هارون اول ما ظهرت في الفيسبوك عن طريق حسابه الرسمي وقال انه استغال لاسباب اجتماعيه خاصه جدا، ولكن من المتابعات يعني ومن الكواليس بنستشيف انه الاستغاله اعتقد هو طبعا استغال من رئاسه القطاع الرياضي ما استغال من مجلس الهلال. نعم في فرق كبير بين الاثنين. الاستغاله بتتجري من قرار اغاله صلاح احمد محمد صالح من منصب المدير الفني، و من الواضح لم يتم ابلاغه به وحس انه في نوع من التجاوز، خاصه اذا ما عرفنا انه كان في تنسيق عالي جدا بين محمد عبد اللطيف هارون وبين صلاح، خاصه في مجال في موضوع التسجيلات والانتدابات الجايه وكده. كان في حاله تنسيق ممتازه بيناتهم، وهو بوصفه رئيس قطاع رياضي كان يرى انه وهذا الصحيح طبعا انه يتم مشاورته في هذا القرار وما يتفاجأ به عن طريق الوسائط الاعلاميه وعن طريق صفحات خاصه وكده، فبالتالي ده الغير معلن. نعم لكن تم اعلانه انه عنده اسباب اجتماعيه وكده، لكن اعتقد انه ده السبب ليس يعني ما كل الحاجات اللي هي بتنشر، لكن حسب الكواليس هذا هو السبب الرئيسي يعني. نعم ملف تدريب حماده صدقي قادم بقوه. حماده صدقي طبعا كان مدرب عنده سيره جيده لكن عشان اكون صريح معاك برضه تدريبه للهلال هيضيف له كثير جدا في السي في حقه. ليس هو المدرب الافضل سيره ذاتيه وصل الهلال، كان في مدربين افضل منه، لكن هو مدرب طموح كان مساعد المدرب المنتخب المصري لكره القدم، وطبعا دي ما حاجه سهله في الكره المصريه. عنده عدد من التجارب يعني هو نجاحه بانه كيف يقدر يكون يعني يتعامل مع الاجواء السودانيه كره القدم السودانيه نجاحه يكون كده. عندنا في تجارب زي حساب البدري نجاح في عدد من المدربين. مصطفى يونس بالمناسبه برضه قدم مصطفى يعني مع الهلال يس يعني برضه قدم تجربه جيده جدا وعمل زي ما يقولوا عظم للتيم حق 2007. نعم هيرو ريكاردو استفاد من تجربه مصطفى يونس. بالضبط بالضبط هو العمل يعني جاب ناس هيثم و الفكره حقت 2007 قدام كلتشي والتيم الهيكل ايوه جودوين بهاء الدين ما عدد من اللاعبين الممتازين هم خلى الهيكل حقهم السكريبتون الرئيسي وجاب بعد ذاك بنى عليهم هيرو ريكاردو هلال 2007. في الخبر الثاني اللي بيتعلق بالهلال قرار الوزير. نعم قرار مجلس الشباب والرياضه تعيين والغاء اعضاء بنادي الهلال. تمام طبعا القرار اثار كثير من الجدل. اول ناس ما في مكان الوزير او الوزير المكلف بالمجلس الاعلى للشباب والرياضه السيد ادم كبير اصدر قرار باحفاء مدثر عبد الغني عضو معين واضافه العقاد عبد الغني. العقاد طبعا يعني من الناس اللي اشتغلوا في الهلال فتره الامين البرير وكان نائب رئيس القطاع الرياضي في اول ظهور للامين البرير في 98 اعتقد. زول عنده تجربه كبيره في الرياضه وكده، لكن الحصل شنو؟ الحصل انه القرار بعد ما اصدره الوزير جاء الوزير جاء خطاب من المفوض انه يا اخي الهلال في عدد من المقاعد مقعد الامين العام ومقعد نائب الرئيس مفروض يتم وعضو ثاني برضه مستغيل برضه استغال، فبالتالي من المفترض يتم دعم الجمعيه العموميه
لأنها تنعقد من أجل تغطية هذه الفراغات. القرار الوزير أنا أحترمه جدا، طوال تراجع عن قراره وقال إنه يا أخي قرار التعيين طبعا بتيجي بتوصية من المجلس، قال أفضل يجي قرار التعيين بعد تكملة هذه المقاعد، ويكون عشان هسه ممكن احتمال الثلاثة والأربعة المنتخبين ده اللي يكون عندهم رأي في القرار حق التعيين ده، فبالتالي من الأفضل إنه يجي بإجماع مجلس الإدارة وتراجع عن قراره من أجل إنه يتيح الفرصة للمفوضية تكمل مجلس الهلال بالانتخاب، لأنه الأصل أصلا الانتخاب والتعيين هو استثناء. نعم. فبالتالي أنا أحترم جدا تراجعه عن هذا القرار، ويعني بعد ذلك يجي عبد العقاد أو غيره دي حاجة تانية، لكن العقاد طبعا كانوا مستعجلين إنه عشان يجي عشان أعتقد إنه يمسك القطاع الرياضي من خلال تجربته السابقه في هذا الامر. نعم، وله خبره في هذا المجال كما ذكرت. أيوة. نذهب مباشره في ختام هذه المحاور الى الاخبار العالميه، ونركز في كاس العالم للانديه، لقاء الكبيرين بطل افريقيا وبطل اسيا الهلال السعودي يقصي الترجي بهدف لوحه وجميل للعالمي جوميز ويتاهل لمربع الذهب. في الجانب الاخر ايضا امضي لك مونتيري يقصي السد مستضيف البطوله باعتبار قطر هي الدولة المستضيفة. صحيح صحيح. مباراة أمس دي وضحت حاجة، يعني صح وضحت إنه الفريق كبير جدا بين الكرة الإفريقية والكرة الآسيوية، من ناحية تنظيمية، من ناحية انتدابات، من ناحية إمكانيات. إحنا بنقول إنه يا أخي الكرة الإفريقية جميلة ومثيرة ومتطورة وكذا، لا، الكرة الآسيوية أكثر علمية. وبتحس إنه الفروقات كانت واضحة جدا بين الهلال بين الهلال السعودي وبين الترجي، رغم إنه الترجي ده الفريق الأول الآن ممكن يكون نعم في إفريقيا لكن الفرق كبير في الحرفية، في الحرفية حقت إنك تمارس كرة القدم أو تتعامل معها، الفرق كبير. صح الترجي فريق ما في كلام، لكن إذا قارنته بالهلال السعودي بتجد إن الهلال السعودي متقدم كثير جدا في الاحترافية، في الاحترافية، في الانتدابات، في التجهيزات، في الأجهزة الفنية، في اللاعبين، في كل شيء الهلال متفوق على الترجي. النتيجة حقت أمس دي يعني رغم الإثارة حقت المباراة وضحت هذه الفروقات. جوميز في الدقيقة 62 دخل، طوال حصل المباراة بعد دخوله بثمانية دقائق أعتقد، وبيوريك الفريق حق المحترف وإمكانياته وكذا. الهلال فريق كبير جدا، استطاع انه يهزم او يفوز بهذه البطوله ويضرب موعد مهم مع فلامينغو البرازيلي، ده طبعا برضه مباراه كبيره هتكون، و مونتيري هيقابل نعم ليفربول، وبرضه ده ديربي ساخن جدا، وهيتلاقى بعد ذاك في الخامس والسادس اعتقد هيتلاقى السد والترجي ايوه، لكن كل القطر راجي كلها الان منتظره ليفربول يجي، منتظره محمد صلاح والزخم الكبير اللي ممكن يحققه المنتخب وجود ليفربول في الكاس العالم للانديه وكذا. يظل هو الاغرب للتتويج بكاس العالم للانديه ليفربول طبعا. نعم، هناك فلامينغو ام الهلال مع ليفربول في النهايه تتوقع؟ فلامينغو ليفربول. يس فلامينغو. نتمنى انه نستمتع ببطوله كبيره جدا، نستمتع ونتمنى انه يكون الهلال طبعا انه في بوصف فريق عربي، لكن الامكانيات على الورق تصب لصالح فلامينغو البرازيلي. فلامينغو حتى خيسوس كان هو مدرب سابق، حتى خيسوس كان ايوه. نعم، شكرا جزيلا يا اخي، وانا سعيد جدا بانه بهذا الصباح يعني. شكرا جزيلا، ونتمنى انه شنو الليله نتابع المباراه سويا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الأعزاء، وصلنا بكم إلى ختام صباح الشروق، وتقبلوا تحية فريق العمل والذي دائما ما ننقل لكم مجهودهم في هذا الصباح. مع السلامة.